أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به المنطقة من مقومات محفزة لاستقطاب السباقات العالمية الكبرى لرياضة الفورمولا 1. نعم، سموه أشار إلى أن تراكم خبرة دول المنطقة في تنظيم هذه السباقات بأفضل الأساليب عزز من مكانتها العالمية كوجهة لمثل هذه الرياضات. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله مساء أمس جانبا من سباقات النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بحلبة الكورنيش في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. قد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أصدق التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح الجهود في إقامة هذه الحلبة الدولية المميزة التي ستكون بإذن الله داعمة إلى جانب حلبة البحرين الدولية والحلبات الأخرى بالمنطقة لرياضة الفورمولا 1، منوها سموه بحسن التنظيم والإعداد للنسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. أكد سموه أهمية التعاون بين حلبة البحرين الدولية وحلبة الكورنيش بجدة لتبادل الخبرات وتنظيم السباقات والفعاليات المختلفة، ومشيدا سموه بتميز الكوادر البحرينية بالمساهمة مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر التنسيق بين اتحادي السيارات في البلدين في تنظيم النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، مما يعد تأكيدا على مسيرة التكامل والتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات، متمنيا للمملكة الشقيقة كل التوفيق والنجاح في استضافتها لهذا الحدث الرياضي الهام.